يعني أنا أقول للبلدية والله العظيم ظاهرة الببي اللي في مدخل عاصمة الكويت أنا عرضت، أستحي أعرض هالتقرير، أستحي أعرض هالتقرير مرة مرتين ثلاث. يقول إيش تبنا نسوي لهم؟ يبقى أقول حق صاحب العلاقة يسوي، صاحب العقار أو إن أملاك دولة يسكر المكان ويحطوا لهم مراقبين، أي واحد أو سووا لهم عزكم الله حمامات عمومية نظيفة مثل البشر، خلي يروحون هناك. عيب والله العظيم، عيب سالفة الببي هذه. أعطوني تقرير الببي. يبقى علاجها بسيط، اخذوا اثنين صعايده واثنين بنغاليه وقول لهم اي واحد لا ترشوه ماي، سووا لكم سالفه معاه، ما يجوز والله العظيم ما يجوز. سووا لهم حمامات هناك، فكونا من هالسالفه اللي تفشل. شو هالقذاره هذه؟ قضيه ثانيه، انا عيست والله العظيم، انا عيست.